دكاترة كان في أي مشكلة في المحاضرتين اللي فاتوا؟ سواء اللي كانت أونلاين بتاعت المجزية الأنستيزيا أو اللي فاتت بتاعت المانديبلر أنستيزيا؟ في أي حاجة ما كانتش واضحة؟ كله تمام يا دكتور. تمام. طيب هي كده برزنتيشن باينة قدامكم؟ تمام يا دكتور باين. باينة. طيب هنتكلم النهارده على complications of focal anesthesia. صح؟ ده بارد. هنتكلم النهارده على complications of local anesthesia. في local complications وفي general complications. النهارده هنتكلم على local complications ان شاء الله. اول complication ممكن تحصل مع انها بقت نادره جدا دلوقتي النيدل بريكج. ممكن وانا بدي انستيزيا النيدل تتكسر. اسبابها ممكن تبقى سمول نيدل. سمول نيدل يعني الجيج بتاعها كبير او الثيكنس بتاعها صغير، وزي ما قلت قبل كده الجيج بيبقى عكس النيدل ثيكنس. يعني الجيج اللي هو 27 بتبقى نيدل ثيكنس 0.3 ملم، والجيج اللي هو 25 بتبقى نيدل ثيكنس 0.4 ملم. الاولى بتاعت الانفلتريشن والثانيه بتاعت النيرف بلوكس. طبعا كل ما احتاج لونج نيدل يعني عشان ما تتكسرش محتاج اسخن الكروس سكشن بتاعه. عشان كده كل اللونج نيدلز الكروس سكشن بتاعهم جيج 25 او 0.4 ملم ثيكنس. برضو ممكن سبب تاني ان يحصل نيدل بريكج ان بريفيسلي بنت نيدل. يعني انا وانا مثلا بدي نيرف بلوك دخلت كذا مره، بحاول كذا مره ان انا اظبط التكنيك واعمل تاتش بون، فنيدل التانيت مني كذا مره ممكن في الاخر تتكسر. صاد الموفمنت اوف ذا بيشنت برضه لو في حركه مفاجاه ده ممكن يكسر النيدل. طب ايه المشاكل اللي ممكن تنتج عن القصه دي؟ ممكن يحصل انفكشن لو النيدل اتكسر جوه، وممكن تبقى سورس اوف اريتيشن دايما تبقى فيها مسببه وجع للبيشنت. امنعها ازاي؟ استخدم دايما لارجر جيج نيدلز اللي هو 25 جيج في النيرف بلوك انثيزيا. استخدم لونج نيدل في النيرف بلوك. طب ليه لونج نيدل؟ عشان لو استخدمت شورت نيدل واتكسرت ممكن ما اقدرش اعملها ريترايفل، ما اقدرش امسكها. اللونج نيدل هتساعدني في كده، اعرف امسكها واطلعها. برضو ما دخلش النيدل لحد الهب اللي هي اخر حته في النيدل اللي هي بتبقى ماسكه في السيرنج. طب ايه المشكله لو دخلت النيدل لحد الاخر؟ اول حاجه لو دخلت النيدل لحد الاخر يبقى انا غالبا النيرف بلوك تكنيك بتاعي مش مظبوط. احنا اتفقنا ان المفروض النيدل بتدخل من تلتين لثلاث ارباع النيدل اللونج نيدل. لو دخلتها لحد الهب يبقى انا رايح تو فار بوستيريرلي، يبقى انا رايح عند البوستيرير بوردر اوف ذا ماندبل، كده التكنيك مش مظبوط. ولو حصل لها فراكشر مش هعرف امسكها واطلعها. طب اعمل مانجمنت ازاي؟ لو الفراجمنت اللي اتكسر دي بروترودنج بحاول امسكها باي حاجه بقى، بنيدل هولدر، بهيموستات، بكوتون بيس، واشيلها. طب لو الفراكشرد فراجمنت دي لوست انا مش شايفها خالص، بعمل اكس راي لو قريبه للسيرفس وحته صغيره او حته كبيره بشيلها، احولها بس للسيرجن هو يشيلها. لو ديب جدا في التيشوز ومش عامله مشاكل للبيشنت او مش قادر اعمل لها لوكاليزيشن ممكن اسيبها واشوف ايه اللي هيحصل. اني لوكال كومبليكيشن ممكن تحصل بين الانجكشن. اسبابه ان انا استخدم دال نيدل. دال نيدل يعني نيدل استخدمت كذا مره، اديت بيها انفلتريشن في مكان ورجعت ادي انفلتريشن تاني، او عملت بيها مالتيبل ترايلز بال في النيرف بلوك، فالتيب بتاعت النيدل اللي عند البافل دي بقت دال، بقت تلمة انها خبطت في البون كذا مره، ده يعمل بينيون انجكشن. تاني حاجه تعمل بينيون انجكشن الرابيد انجكشن. تالت حاجه النيدل وذ باربس اللي هي النيدل اللي طرفها من كتر ما بقت ضل التنى من كتر الخبط في ايه؟ في البون، وانا بعمل كونتاكت بون مالتيبل ترايلز. يعني المشكله هنا ان البيشنت ده هيحس دايما ببين، والبيشنت اللي بيحس ببين مع الانثيزيا بيبقى انكشس وممكن يتحرك حركه فجائيه. فكل ما نقلل البين واحنا بنعمل انجكشن هنطمن او هنتاكد ان البيشنت ثابت مش هيتحرك. وطبعا الحركه الفجائيه ممكن تؤدي زي ما قلنا ايه في المره اللي فاتت في السلايد اللي فاتت نيدل بريكج. طب ازاي امنع البين اون انجكشن؟ استخدم شارب نيدل. لو هعمل مالتيبل انجكشنز لازم احاول كل انجكشن او اتنين اغير النيدل، بستخدم شارب نيدل. احط تيبيكال انثيزيا ده برضه بيقلل البين انجكشن. التوبكال انثيزيا بتبقى بروفاوند جدا في الانفلتريشن، في النيرف بلوك مش قوي، لان الانفلتريشن كل الدبث في انسرشن بيبقى من 2 ل 5 مللي، لكن في النيرف بلوك بيبقى اباوت 25 مللي. فهي ممكن
بتعمل توبيكال انثيزيا في السيرفس لايرز بس، لكن في الدبث ما بقاش ليها اي تاثير. وعشان التوبيكال انثيزيا تبقى افيشنت لازم بسيبها من دقيقه لدقيقتين. لو حطيت توبيكال انثيزيا وديت انثيزيا على طول زي ما كلكم بتعملوا يبقى ملهاش لازمه، ما استخدمهاش احسن. تمام. برضو البينون انجكشن بينتج عن ايه؟ الرابيد انجكشن. اذا انا اخلي الريت اوف انجكشن بتاعي سلو يعني تقريبا قد ايه؟ الكربول بتاعتنا 1.8 ملل. لو حقنتها في دقيقتين يبقى كويس جدا، يعني 1 ملل بير مينيت، لكن اكسبتابل قوي برضو ان انا احقن الكربول كلها في دقيقه بس مش اقل من دقيقه. هو ده المقصود بسلو انجكشن. البيرنيجون انجكشن ده بيحصل نتيجه ان البي اتش بتاع اللوكال اسيديك سوليوشن رايح شويه ناحيه الاسيديك، يبقى 5 اور ليس. ده بيكون نتيجه مشكله في الانثيزيا في الاسيديك سوليوشن. تاني حاجه ممكن نتيجه رابيد انجكشن يعني برضو بيرنينج سنسيشن. ثالث حاجه كونتامينيشن اوف لوكال انثيتيك وذ الكول، يعني الرابر ستوبر بتاعه الكاربول مش مظبوطه فحصل شويه ليكج الكول جواها وانا بعمل لها ستريلايزيشن. تمام. او التو هوت سوليوشن، الانثيتيك سوليوشن او الكاربول بقت تو هوت اما اجي اعمل لها انجكشن. طبعا التو هوت دي اول حاجه بتبوظ الكيميكال ستراكشر بتاعها، تاني حاجه انها بتعمل بيرنينج سنسيشن. طب ايه البروبلم عندي هنا؟ لو البي اتش اوف سوليوشن بقى لو يعني ناحيه الاسيديتي، ده بيخلي الانثيتيك اكشن اول ما بيحصل، اول ما الانثيزيا بتشتغل البي اتش او احساس البيشنت بالبيرنينج سنسيشن بتاع البي اتش بيقل. تاني حاجه لو انا بعمل رابيد انجكشن او عندي contaminated solution بالكول او isolizing solution او too hot solution، ده بقى مش بيبقى حاجه ترانزينت، لا ده بيعمل تيشو دامج، يعني ممكن يعمل باراثيزيا او انثيزيا. والانثيزيا ممكن تبقى ايه؟ ترانزينت او بيرمننت. ترانزينت ممكن تقعد لها اسبوع اسبوعين ثلاثه، ممكن تبقى بيرمننت لو انا بعمل ايه؟ rapid injection او contaminated solution او too hot solution. طب ازاي عن prevention للبيرنينج اون انجكشن ده؟ دايما السلو انجكشن اللي هو 1 ملل بير مينيت ده المينيمم بتاعي، مش اقل من كده. تاني حاجه الكربول لازم تبقى ستورد في روم تمبريتشر، ما سيبهاش مثلا، ما بقاش مثلا معايا انثيزيا واسيبها في العربيه لما تعرضها للشمس، او اسيبها جنب اوتوكلاف. دي بتبقى تو هوت سوليوشن، غير انه بيعمل بيرنينج سنسيشن، لا ده ممكن يعمل بيرمننت دامج او على الاقل تقدير خالص مش هيشتغل. رابع كومبليكيشن، رابع لوكال كومبليكيشن يعني بيرسيستنت انثيزيا اور باراثيزيا، يعني الانثيزيا والباراثيزيا بتاعتي هتطول او هتبقى ايه؟ بيرمننت. دي ايه اسبابها؟ ممكن تروما تو ذا نيرف، وانا بدي نيرف بلوك. انا طبعا ده يعتبر بلايند تكنيك، انا بمشي حسب التكنيك بتاعي مظبوط، لكن انا في الاخر برضو انا مش شايف التيب اوف ذا نيدل وهي عند اللينجولا. لو انا بتكلم عن انفير اوف نيرف بلوك يعني مش شايف التيب اوف ذا نيدل وهي عند اللينجولا داخله في النيرف ولا مش داخله. حاجه ثانيه وانا معدي جنب اللينجوال نيرف عشان اوصل لايه؟ للمانديبولار فورامينا، ممكن وانا معدي اعدي ثرو اللينجوال نيرف اعمل له انجري، ساعتها البيشنت بيحس بالالكتريك شوك، يتحرك فجاه ويحس يقول لك انا حاسس بكهرباء، فده كده عملت تروما للنيرف. ثاني سبب في البيرسيستنت انثيزيا او باراثيزيا ان انا اعمل انجكشن لللوكال انثيتيك كونتامينيشن بالكول او سيرازينج سوليوشن، ده برده ممكن يعمل ايه؟ بيرسيستنت انثيزيا او باراثيزيا. ثالث حاجه ان انا اعمل انجري للفاسكولار باندل اللي حوالين النيرف فيحصل فيها بليدنج تعمل بريشر على النيرف، وده برضو بيحصل ايه؟ في النيرف بلوكس، ما بيحصلش في الانفلتريشن. البروبلم عندي هنا ايه؟ البروبلم هنا ان البيشنت ده ممكن يحس بترانزيانت انثيزيا او باراثيزيا تقعد لها يوم اثنين ثلاثه اسبوع اثنين، وممكن تبقى حاجه بيرمننت تقعد فتره لحد سنه. طب ازاي امنع القصه دي؟ ان انا دايما احاول استيك تو ذا تكنيك، ما احاولش اعمل حاجه مش او اعمل ستيب مش مذكوره في التكنيك او اخالف التكنيك. بمعنى ان انا لازم ابقى في الانفير اوف نيرف بلوك، طبعا لازم ابقى داخل عند اوبز بريمولرز، لما لازم ابقى بارال اوكلوزال بلين مانديبولار اوكلوزال بلين، لازم ابقى البوينت اوف انسرشن بتاعتي زي ما شفنا في البرزنتيشن تبقى ثلاث ارباع المسافه بين التيب اوف اندكس فينجر والترج مانديبولار رفيه، لازم ماكسيمم من تلتين لثلاث ارباع نيدل تبقى جوه التيشوز مش اكتر من كده.
طب ازاي اعمل مانجمنت في الحاله دي؟ هو الحمد لله معظم البارثيزيا بتبقى ايه ترانزينت، ممكن تقعد لحد 8 ويكس، ودي غالبا ما بتحتاجش تريتمنت، تحتاج بس شويه ري اشورنس للبيشنت. طيب لو قعدت عدت ال 8 ويكس وقعدت مانس او قعدت 1 يير، لا ساعتها لازم احول البيشنت ده لنيورولوجيست، نيورولوجيست يشوف ايه او يحدد كميه التيشو دامجز اللي حصلت في النيرف وبناء عليه يتصرف. لكن هي معظم الباراثيزيا والانثيزيا اللي بتحصل يا اما بتبقى اوف فيري شورت ديوريشن، يعني ممكن بعد ما الانثيزيا تروح بشويه صغيرين تبتدي الاحساس ده يتحسن، او بالكثير تقعد 8 ويكس. ده غالبا اللي بيحصل، حكايه انها تطول وتوصل لحد 1 يير ده نادر قوي لما يحصل. ممكن برضو ككومبليكيشن مع الانثيتي تكنيكس يحصل تريزمس. تريزمس يعني inability to open the mouth to the normal range. طيب احنا النورمال رينج بتاعنا قد ايه؟ مينيمم 50 ملم، اقل من 50 ملم او 45 ملم ده يعتبر restricted mouth opening، يعني تريزمس. طب ايه الكوز اوف تريزمس؟ اهم كوز تروما تو ذا مسل، يعني لو ايه بعمل انثيزيا وعملت انجري لمسل، التروما للمسل دي بتعمل شويه هيماتوما جوه المسل، شويه سويلنج بتاثر على الرينج اوف موشن بتاع المسل، وبالتالي بتاثر على ايه؟ على الرينج اوف ماوث اوبننج اللي هو تريزمس. ثاني سبب ان انا اعمل تروما للبلاد فيزل في الانفرا تمبرال فصه. ثالث حاجه ان انا اعمل او يبقى فيه كونتامينيتد لوكال انثيتيك سوليوشن عليه الكحول او ستيرلايزنج سوليوشن، يعمل اريتيشن للتيشز برضو يعمل تريزمس. رابع حاجه يبقى فيه هيمرج تحصل في السبيس، زي مثلا ترجم من ديبلا سبيس اللي بحقن فيه الايه الانفيرال نيرف بلوك، ده ممكن يعمل تيشر اريتيشن وينتج عنده شويه ايه انفلاميشن وتريزمس. طب ايه هنا المشكله؟ المشكله ان يبقى البيشنت ده بيشتكي لفتره من الوقت انه عنده ليميتد ماوث اوبننج، مش قادر يوبن وايدلي زي النورمال ماوث اوبننج بتاعته اللي قبل الايه الانجكشن. في الكرونيك كيسز لو التريتمنت ما ابتداش ممكن يحصل شويه فايبروزس وسكار تيشو، التريزمس ده يبقى سيفير، يعني الماوث اوبننج تقل عن 30 ملي او تبقى 20 ملي او حتى ممكن 10 ملي، تبقى فيري سيفير تريزمس نتيجه ان حصل فايبروزس وسكار تيشو اتكونت في المصري، ما ابتدتش التريتمنت بتاعي بدري. طب ازاي اعمل بريفنشن للتريزمس انه يحصل؟ دايما استخدم شارب ستيرايل ديسبوزابل نيدل. تاني حاجه اكلين السايت اوف انجكشن وذ انتسيبتيك سوليوشن بيفور انجكشن، اللي احنا بنستخدمه عندنا طبعا بتادين. تالت حاجه استخدم انتسيبتيك تكنيك. طب ازاي اعمل مانجمنت لو في تريزمس حصل؟ اول حاجه لازم اعمل هيت ثيرابي اللي هي هوت فومنتيشنز باي طريقه إن كانت، المهم لازم تتعمل لمده 20 دقيقه في كل ساعه، بتتكرر لمده كذا يوم. تاني حاجه لازم بدي انالجيسيك وانتي انفلاماتوري. تالت حاجه لازم ادي مصر ريلاكسنت، عشان لو الكوز هنا ان في تروما للمصل، لازم المصل دي اساعدها انها تريلاكس تاني. تالت حاجه رابع حاجه محتاج اعمل فيزيوثيرابي علاج طبيعي، اخلي البيشنت يعمل شويه تمارين زي الاوبننج كلوزن، واخليه يعمل لاترال اكسكيرجنز وبروتروجن وريتروجن، يعني احرك المصلز في كل الاتجاهات. خامس حاجه لو البين اللي موجود ده استمر اكتر من 48 ساعه، ممكن يكون في احتمال حصل انفكشن، ساعتها هلجا ان انا ادي انتي بايوتكس بالاضافه لكل الحاجات اللي فاتت. طبعا برضه كلوكال كومبليكيشن ممكن تحصل نتيجه الانثيزيا الهيماتوما. الهيماتوما بتحصل نتيجه انجري لبلاد فيزل سواء ارتري او فين، وانا بحقن اللوكال انثيتيك يحصل هيمرج، الهيمرج يحصل لها اورجانيزيشن تبقى هيماتوما، ممكن مع بوستيرير سوبيريور الفير نيرف بلوك، ممكن مع الانفير الفير نيرف بلوك، ممكن مع الجو جيتس. البروبلم عندي هنا ان انا بيبقى البيشنت عنده بروزز، بيقول لك ان انا بيتكلم في التليفون يقول لك انا عندي مناطق بقت ريدش بره، او ممكن حتى تبقى انترا اورالي بس. ممكن برضو مع الانجري لل تيريجويد فينس بلكسس، عشان كده واحنا بنعمل انفلتريشن عند الابر 8 عشان نعمل اكسشن الابر 8، يعني ما بنعملش انجكشن عند ال8 بالظبط، لا بنعمل انجكشن بين ال7 وال8 عشان نتفادى الانجري للتيريجويد فينس بلكسس، وبالتالي نتفادى الانجري، نتفادى الهيماتوما اوكرنس.
برضو الهيماتوما زي ما قلنا لو حصلت جوه مصل ممكن تعمل تريزمس وتعمل بين. طيب ازاي يعني بريفنشن للهيماتوما؟ امنعها انها تحصل. اول حاجه دايما ما استخدمش النيدل كانها بروب، اقعد اشكشك في التيشوز كده عشان اشوف الانفيز اشتغلت او ما اشتغلتش مثلا. تاني حاجه بستخدم شورت نيدل في البوستيريور سوبيريور الفي نيرف بلوك، مش بستخدم لونج نيدل. طب المانجمنت اتصرف ازاي لو حصل هيماتوما؟ لو السويلنج ده ظاهر جدا او حصل مباشره بعد الانجكشن لازم اعمل دايركت بريشر جامد على الاقل من 2 لـ5 دقائق على مكان الانجكشن ده في حاله ان الهيماتوما او الهيمورج دي حصلت مباشره بعد الانجكشن. في الانفيرو افر نيرف بلوك لازم بعمل ايه؟ بريشر فين؟ على الميديال اسبكت اوف ذا ريمس، كاني بضغط على الترجو من ديبر سبيس والمصل اللي جنبه. ايه المصل اللي جنبه؟ ميديال ترجوت مصل. لو بعمل انفرا اوربيتال نيرف بلوك بعمل بريشر على السكين اللي تحت ايه الانفرا اوربيتال مارجن اللي عند الانفرا اوربيتال فورمن. لو بعمل بوستيرير سوبيريور الفي نيرف بلوك بعمل بريشر على التيشز اللي في ميكو باكال فولد عند الابر 8 وارجع الصباع لورا على قد ما اقدر. طبعا بعمل كولد ابلكيشن بتتعمل اكس اورلي وبعمل هوت ابلكيشنز من النكست دي، يعني نفس اليوم بعمل كولد ابلكيشن ده بيعمل فازو كونستريكشن فبيقلل البروجريشن بتاع الهيماتوما، ومن تاني يوم ابتدي اعمل هوت ابلكيشنز عشان يحصل ابزوربشن للهيماتوما اللي اتكونت. برضه الانفكشن ممكن تبقى لوكال كومبليكيشن بعد اللوكال استيتيك ايجنت انجكشن. الكوز بتاعتها ان انا استخدم كونتامينيتد نيدل، يعني نيدل ما استخدمتش لاول مره، عشان كده كل النيدلز هتلاقوا عليها علامة 2 وعليها سلاش جوه دايرة، يعني do not reuse. فكده أول كوز عندنا هو contaminated needle. تاني حاجة non sterile local aesthetic solution. تالت حاجة لو أنا عامل أو أنا مش عامل sufficient dryness with infection قبل ما أعمل injection، يعني مش عامل antiseptic technique مظبوط قبل الانجكشن. من اكتر الحاجات اللي بتؤدي للتريزمس هي الانفكشن. امنعها ازاي؟ دايما استخدم ديسبوزبل نيدل. لو هدي مثلا مالتيبل انفلتريشنز لازم اغير النيدل بين كل انفلتريشن والتاني. استخدم اللوكال انستيتيك كاربول سنجل يوز، ما استخدمهاش اكتر من مره مع اكتر من بيشنت. لازم بعمل دراينس انفكشن للتيشوز قبل ما اعمل انجكشن. وكمانجمنت بعمل هيت ابلكيشن طبعا، بدي انرجيسكس للبيشنت، بدي انتيبيوتكس فور 7 دايز، بدي مصر ريلاكسنت، وبعمل فيزيوثيرابي. برضو ممكن يحصل اديما نتيجه لوكال انستيتيك انجكشن. الكوز بتاعتها الانفكشن، انفكشن لازم يكون مصاحبه اديما. ممكن تحصل نتيجه الرجي للوكال انستيتيك ايجنت، ممكن نتيجه هيمرج، ممكن نتيجه ان انا بحقن ريتيتنج سوليوشن اللي هو اللوكال انستيتيك ايجنت اللي بقى كونتامينيتد بالكول او اذر سلايزنج سوليوشنز. البروبلم هنا ان البيشنت طول ما عنده اديما وسويلنج بيبقى عنده بين وديسكمفورت. والخطوره كمان هنا ان ممكن الاديما دي سبريد لحد ما توصل للاير واي، تعمل كومبرومايز للاير واي، تعمل عليه مجرد بريشر او حتى تعمله ديفيشن. طبعا ده لايف ثريتنج كونديشن. ازاي امنع قصه الاديما دي؟ دايما استخدم اتروماتيك انجكشن تكنيك. وانا بدي مثلا نيرف بلوك ما اعرفش احرك النيدلز جوه التيشز في اتجاهات كتير، لا هو المفروض ان النيرف بلوك يجي اول مره مظبوط، ما قدرتش بطلع النيدل بره خالص، اخلي بس التيب بتاعتها هي اللي تحت الميكوزا واعمل ريدايركشننج في الاتجاه المظبوط، ما اعرفش احرك النيدل جوه التيشز. وبرده باخد هيستوري تيكينج من البيشنت لو هو عنده الرجي لحاجه معينه، لدواء معين، لوكال انستيتيك سوليوشن خده قبل كده والدكتور قال له حصل له الرجي، فالدكتور قال له تبقى عارف ان ده بيعمل لك الرجي، تنبه اي دنتست هيشتغل لك بعد كده. طيب ازاي بنعمل مانجمنت الاديما؟ ده بيبقى ديبندنج على الكوز. لو الاديما نتيجه انفكشن طبعا بدي انتيباتكس. لو نتيجه هيمرج هي بيحصل لها سبونتينيوس ريزولوشن من 7 ل 14 يوم. لو نتيجه تروماتيك انجكشن او ريتيتنج سولوشن دي بتريزولف من 1 تو 3 دايز. لو اديما نتيجه الرجي، لو هي مش عامله اير واي اوبستراكشن او كومبرومايز بدي انتي هيستامينك وبعمل ايه؟ طبعا بعمل ايه؟ كونسنتريشن مع الرجست.
لو عامله بقى كومبرومايز للاير واي ضروري ان انا اقعد البيشنت سوباين عشان احافظ على الاير واي، وكمان لازم ادي ابينفرين وبدي انتي هيستامينك وبدي كورتيكوستيرويدز، وساعات احتاج كمان اعمل كريكوثيروتومي. كريكوثيروتومي دي حاجه امرجنسي انترفينشن عشان افتح الاير واي، لان احنا دلوقتي في ايه، في ايرجنت سيتويشن. لو انا ما عملتش كريكوثيروتومي دي ممكن البيشنت ايه تبقى فيت الكونديشن بالنسبه له. ممكن برضو لوكال كومبليكيشن حاجه اسمها سلافنج اوف تيشوز. سلافنج اوف تيشوز دي بتحصل غالبا الدكاتره اللي فاتح المايك في المايك لو سمحت. سلافنج اوف تيشوز دي يعني التيشوز حته منها تبقى لوست، حته من الميكوزا تبقى لوست او تقع من مكانها او يبقى في ألسر كبيره. دي بتحصل غالبا في الباليتال انجكشنز. دي بتحصل لو انا حقنت كميه انستيزيا كبيره في الهارد بالت، يعني انا بدي بالتال انجكشن دلوقتي او انفلتريشن او حتى هدي جريتر بالتاين او نيزو بالتاين نيرف بلوكس، بحقن كميه صغيره ومش بحقن سبريوستال. عشان كده وانا بعمل بالتال انفلتريشن بدخل من الاوبوزيت سايد، بعمل تاتش بون وبرجع لورا 1 ملم، ورا 1 ملم دي عشان احقن فوق البريوستيم مش تحته. يعني مش بحقن بين البريوستيم والبون، لا بحقن بين البريوستيم والميكوزا، اسمها بارا بيروستيال او سوبرا بيروستيال. وطبعا الكميه بتاعتنا اللي هي اوبن 3 مليليتر. برده تاني حاجه، لو انا حطيت التوبيكال انثيزيا لفتره طويله على الجينجفال تيشز وخاصه برده في البالت، احنا منصوب المفروض بنسيب التوبيكال انثيزيا فروم 1 تو 2 مينتس ماكسيمم. اقل من كده مش هتشتغل، واكتر من كده تعمل سلافنج اوف تيشز. طب ايه البروبلم عندي هنا؟ البروبلم ان البيشنت ده يشتكي من بين واحيانا انفكشن. امنع القصه دي ازاي؟ زي ما قلنا التوبيكال انثيزيا تبقى من 1 تو 2 مينتس، والاوبتيمم سوليوشن فوليوم فور بايتال انجكشن يعني مش اكتر من 0.3 ملل في الانفلتريشن. كل والكميات المناسبه في النيرف بلوكس سواء نيزو بالاتاين او جريتر بالاتاين. المانجمنت بتاعتها دي لازم بدي انالجيسكس عشان البين، وبحط اي لوكال او توبيكال اوينتمنت زي مثلا جوجل او اوراكيور جيل. ده بيقلل الرياكشن في الاريا، بيقلل البين، وده بيبقى تاثيره ترانزيانت بس كام دقيقه عشان البيشنت مثلا يعرف ياكل او كده لحد ما يحصل ايه كومبليت ريزولوشن. ده طبعا بيحصل له سلافنج تيشو، ده بيحصل له ريزولوشن سبونتينيوسلي ممكن من 7 ل 10 ايام. ممكن برضو كلوكال كومبليكيشن ليب تشونج، العيان يعض على شفته، ده بيبقى نتيجة تروما لللبس أو التنج، وغالبا بيحصل مع البيشنس اللي هم إيه بتوع البيدو، مش بيحصل أول طبعا الناس الهانديكاب، مش بيحصل غالبا مع الأدلس. المشكلة هنا البيشن ده بيبقى عنده سويلينج بعد ما بيعض على شفته يعملها إنجري، بيبقى عنده سويلينج وبين وإنفكشن. بنمنع القصة دي إزاي؟ نحط كوتر رولز دايما بين لبس أند تيث. تاني حاجة لازم أحذر البيشنت إن هو ما يعضش على شفته أو لسانه إن هو مش حاسس بيه. لو حصل وعض على شفته او لسانه، لو انجري بسيطه بكتفي ان انا بدي انالجيسيك وانتيباتيك. لو انجري كبيره ممكن توصل ان انا احتاج اعمل سوتشرنج للايه؟ للليب. اعمل سوتشرنج للمسلز وبتاعت الليب، واعمل سوتشرنج للفيرمينيوم بوردر او الميكوزا، ويمكن احتاج اعمل سوتشرنج للسكين. طبعا دي لو انجري كبيره. برضه لوكال كومبليكيشن ممكن يحصل مع الانثيتيك تكنيكس، ان يحصل فيشيال نيرف بالاسيس. ده بيحصل لو انا عملت انجكشن لوكال انثيتيك سوليوشن في الكبسول بتاع بروتيك جلاند وانا بعمل انفير الف نيرف بلوك. عارفين ان المين ترانك والاثنين مين ديفيجنز بتوع الفيشيال نيرف بيعدوا في الكبسول او بيعدوا جوه السبستنس بتاع بروتيك جلاند. المشكله هنا البيشنت هيلوز الموتور فانكشن بتاع المسلز فيشيال اكسبريشن عن الناحيه دي. البيشنت طبعا ساعتها بيشتكي من يونيلاترال باراليسيس، مش قادر يقفل عينه، مش قادر يصفر، مش قادر يعمل بلينكينج، مش قادر يعمل يعمل باكرينج في الفور هيد او في
في السكين بتاع النك، كل ده نتيجه اللوس اوف موتور فانكشن بتاع الفيشل نيرف. امنع القصه دي ازاي؟ ان انا استيك تو ذا تكنيك بتاع الانفيرور الف نيرف بلوك، اللي هو زي ما قلنا بدخل من اوبس بريمولرز بارالل اوكلوزال بلين، بدخل بتلتين لتلات ارباع نيدل مش اكتر من كده، ما اروحش تو فار بوستيريرلي. وطبعا دايما يبقى النيدل عامله كونتاكت بون، ما تبقاش في سوفت تيشو. المانجمنت بتاعتها ان انا بعمل ري اشورنس بيشنت، بفهمه ان السيتويشن ده ترانزيانت، غالبا بيروح بعد اختفاء الاكشن اوف انستيزيا. ممكن طبعا لو البيشنت يعني متضايق ان هو مش قادر يقفل عينه، لان احنا العين بيقفل، العين بتقفل الفيشن نيرف. لو البيشنت مش قادر يقفل عينه ممكن احط له اي لوبريكنت، او ممكن احط له باك على عينه بحيث يفضل قافلها، بحيث ما يحصلش كورنيال ألسر، لانه طبعا عينه هتفضل مفتوحه كذا ساعه لحد ما الاكشن اوف انستيزيا على النيرف على الفيشل نيرف يسبسايد. فممكن احط له لوبريكنت او احط له اي بيتش تغطي عينه لحد ما الاكشن اوف انستيزيا على الفيشل نيرف يختفي. اخر لوكال كومبليكيشن ممكن تحصل مع اللوكال انستيتيك تكنيكس هي البوست انستيتيك انتر اورال ليجنز. ممكن البيشنت ده يكلمك في التليفون بعد ما يروح يقول لك في نفس اليوم او تاني يوم انا عندي شويه ألسرز في مكان اللوكال انستيتيك انجكشن. الألسرز دي بتبقى ان افويدبل، طبعا بيبقى فيها بين نتيجه انها ألسر وفي حته من الكونكتيف تيشو بير. المانجمنت بتاعها ان انا اديله انالجيسك، وممكن اديله توبيكال انستيتيك سوليوشن، حاجه زي الاورا كيور جيل دي بتخدر مكان الألسر لمده من 50 30 مينتس عشان البيشنت يعرف ياكل. وزي ما قلنا دي ان افويدبل، ودي هتقعد من 7 ل 10 ايام لحد ما تختفي. تمام ايوه يا دكتور. تمام، في حاجه صعبه في اللي انا قلتها النهارده؟ لا تمام. احنا كده بقى لنا بس الايه الجنرال كومبليكيشنز. اتفضلي دكتور. هو كان في حاجه بنحط فيها بس يعني هات ووتر، او اللي هي تاول بنحط منها هات ووتر، يعني احنا امتى بنحط هات ووتر يعني كولد ووتر؟ احنا قلنا في الهيماتوما بنحط اول يوم، احنا دايما دايما بالظبط، احنا دايما في اول يوم بنعمل ايه ايس ابلكيشن او كولد فومنتيشنز، ده دايما اول يوم. تاني يوم ولمده اسبوع ممكن نبتدي نعمل هوت فومنتيشنز. معايا؟ طيب ممكن نسأل شوية بقى الناس اللي حاضرة معنا، يعني مثلا أحمد خيري عبد الجواد، قول لي كده واحدة من اللوكال كومبليكيشنز اللي احنا قلناها النهاردة، انيوميريشن بس كده، قول لي واحدة. أي واحدة؟ يحصل الإديمة. يحصل إديمة، تمام، تسبب ترسمة، تمام. ممكن بقى أماني محمد محمود تقول لنا الإديمة دي ممكن تحصل ليه؟ أماني معانا؟ أماني محمد محمود معانا؟ طيب عباس فاضل، معانا عباس فاضل؟ معاك يا دكتور. قولي الإديمة ممكن تحصل ليه؟ ليه أسباب كتير، قولي بس منها سبب واحد. الانفكشن يا دكتور. صح، الانفكشن يعمل إديمة، مظبوط. طيب آية محمد ممكن تقول لنا برضو سبب تاني للإديمة؟ آية محمد؟ طيب إسراء أيمن ممكن تقول لنا سبب تاني للإديمة غير الإنفكشن؟ إسراء أيمن؟ طيب كريم محمود معانا يا كريم؟ معاك يا دكتور، بس دقيقة عشان في الشارع بس أعدي الطريق. حاضر. تمام ماشي.
قول لنا كده سبب تاني للإديمة غير الإنفكشن. دكتور دقيقة بس يا دكتور أكون معك. حاضر دقيقة بس. طيب مفيش مشكلة. طيب ممكن مينا إدوارد يقول لنا سبب تاني للإديمة غير الإنفكشن. أيوة دكتور. قول لنا سبب تاني كده للإديمة غير الإنفكشن. ممكن لو حد هيباتك فيلير عنده هيباتك مثلا أو... لا أنا بتكلم عن حاجات لوكال. أنت حضرت معانا النهاردة من الأول؟ بسرعة دكتور أنا دخلت في النص بس مش طب كده يعني قول لي باي انيوميريشن يعني أي لوكال كومبليكيشن ممكن تحصل مع الأنفيزيا غير الإديمة؟ نيوميريت بس قول لي واحد بس. ممكن الدكتور يقعد أكتر من شهر تعبان فنوديه للنيورولوجي. نوديه لدكتور طبعا نيورولوجي. كويس قوي. ده ممكن يكون حصل له ايه بقى اللي هنوديه لدكتور النيورولوجي ده؟ ممكن يكون الدكتور يكون حصل له حاجه في النيرف اللي احنا بنديله. لو احنا بنديله نيرف بلوك يكون حصل له مشكله في النيرف. انجري للنيرف يعني. اه بالظبط كده يا دكتور. تمام. طيب دكتور معاك يا دكتور. طب اعمل قول لنا كده انيوميريشن لاي اي حاجه لوكال كومبليكيشن اللي احنا قلناهم النهارده. جاست ممكن يحصل توكسيستي يا دكتور. لا هو التوكسيستي دي مش لوكال كومبليكيشن خالص, دي جنرال كومبليكيشن. قول لنا حاجه تانية. ممكن ابسط حاجه يحصل نيدل بريكج معايا. ممكن اعمل تريزمس معاك يا دكتور لو اديت في المسلز. لو انا ده البارت اللي اديت زايد يا دكتور دخلنا نيدل بالكامل. تمام يا عملت انجري المسلز يعني انتوا جعانه تريزمس. تمام بعمل ليميتيشن للاوبننج بدل ما كان بيفتح نورمال اوبننج ممكن ما يفتحش اللي هو التيمور مندبلر جوينت زي ما كان بيفتح في الاول. اه يبقى عنده ليميتيشن في الماكسيم ماوث اوبننج. تمام. طيب كريمان ظريف هتقول لنا لو البيشنت حصل له هيماتوما ممكن يكون ايه السبب؟ كريمان ظريف لا دكتور البيشنت ايوه البيشنت اللي حصل له هيماتوما ممكن يبقى ايه السبب؟ مش عارفه انا داخله متاخر. طيب تمام. محمود عبد النبي ممكن يقول لنا محمود عبد النبي ممكن يقول لنا ايه سبب الهيماتوما لو حصلت؟ تمام. طيب مينا ماهر ممكن يقول لنا ايه سبب الهيماتوما؟ بتحصل بسبب انجيري والدامج تو سمول بلاد فيزل. تمام هيماتوم يعني دامج للبلاد فيزل. تمام انجري يا دكتور للسوفت تيشو نعمل انجري في واحنا بنديل الانستيزيا تقريبا بنخبط في البلاد فيزلز بنعملها رابشر فبتحصل هيماتوم. تمام. طيب تفتكروا البيشنت اللي بعمل له انجري لفين ولا الارتري بيبقى مور بينفول؟ الارتري. ليه طيب؟ كان بيكرب بلاد سبلاي يا دكتور؟ لا بصوا دايما الانجري للارتري بيبقى بينفول لكن الانجري للفين تقريبا ما بيعملش بين لان الارتري دايما اي ارتري موجود عندنا في الجسم حواليه نيوروفاسكولار باندل يعني اي ارتري ماشي حواليه شويه نيرف صغيرين عاملين زي الشبكه باندل فدول وانا بخبط في الارتري بعمل انجري للنيرفز الصغيره دي فبينتج عنها بين. الفينز ما حولهاش الكلام ده. طب ليه الباندل من النيرفز دي موجوده دايما حوالين الارتريز بس؟ عشان تخلي الارتري يا يديليت يا يكونستريكت. مش الارتريز بتاعتنا بيحصل لها ديليشن وكونستريكشن؟
تمام؟ عشان كده دايما عندنا شبكه من النيرفز موجوده حوالين الارترز، الفينز ما حوالهاش الشبكه دي، وبالتالي لو انا عملت انجري للفين ما بتبقاش بينفول زي ما اكون عملت انجري للارتري. تمام يا دكاتره؟ في حد مش فاهم حاجه في المحاضرات اللي فاتت؟ كان في حد بعت لي قال لي ان في باسورد على واحده من البرزنتيشنز وانا بعت لها باسورد، هل عرفتكم كلكم خلاص؟ لا يا دكتور ما اعرفش الحوار ده. طب كلكم فتحتوا الاثنين برزنتيشنز اللي فاتوا؟ لا لسه. طيب تمام خلاص ان شاء الله المحاضره يوم السبت الجاي المحاضره الاخيره بالنسبه لي. شكرا يا دكاتره. العفو يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. دكتور هو مش السبت الجاي الكويس؟ لا هو انا عندي ان في لسه محاضره، ظهر انا عندي لسه في محاضره، ممكن يعني جزء من الوقت المحاضره والباقي الكويز. يعني الكويز هيبقى الاسبوع الجاي ولا اللي بعده يا دكتور؟ لا الكويز انا ما اعرفش، بس ممكن اللي يحصل ان يبقى جزء من الوقت محاضره وجزء من الوقت كويز غالبا ما يحصل. الاسبوع الجاي يبقى في الجامعه زي الاسبوع اللي فات. طب يا ريت بقى لما ادوس اللي عندنا ضغط في ايه يوم الاحد بكره يا دكتور في محاضره، في بكره يوم الاحد ان شاء الله في محاضره، في محاضره ايوه بس اللي بيديها دكتور رامي. تمام ممكن تبقى بكره يبقى في كويز ولا عشان عندنا ضغط كويزات الاسبوع الجاي. طيب ممكن بس يعني هسال انا النهارده او بكره وحد يبقى يبعت لي وارد عليه اقول له في كويز ولا لا. تمام شكرا 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 لحضرتك. السلام عليكم.